عرفتش واش فحال لي شفتوا انتم بعض الفيديوهات اللي كانت تدور في المواقع ديال التواصل الاجتماعي، تيسولوا اطفال صغار تيشدوهم تعطيهم خضر اللي معروفين عندنا، تيقولوا شنو هي هذه، ما تعرفوش سميتها. بزاف الاطفال ديال الجيل الجديد ما عارفينش بزاف ديال الخضر ديال الفواكه الاسامي ديالها، لان اصلا ما تعرفوهاش وما تتناولوهاش وما تعرفوهاش منين جايه. الفول ولا غايب على المائده المغربيه او لا؟ دائما صباح الخير. صباح النور سي نبيل. صباح الخير المشاهدين. فنرجعوا احنا للموضوع تتهضروا على التربيه، فانا دائما تنرجع للتربيه الغذائيه كذلك اللي تعتبر نقطه مهمه، واللي هي بالنسبه لي انا اهم شيء بالنسبه للطفل، لانها هي المصدر ديال بزاف ديال الطاقه وديال الانرجي اللي يمكن تكون عند ذاك الطفل. بطبيعه الحال ربما الناس اللي داروا الفيديو انا ما شفتوش، ولكن ربما الناس اللي داروا الفيديو داروه من اجل التسليه، ولكن ربما مساله اللي تدر شي شويه. لا ماشي التسليه، اللي تيوريو تيوعيو وتيحسوا تيقول لك شوف هذه مصيبه. اكيد مصيبه ان الاطفال الصغار ما تعرفوش الخضر، وخصوصا في المغرب، لان ربما مازال الا كنا في شي نيوزيلندا ولا شي دوله اللي ماشي فلاحيه ربما ما عندوش بعض الاغذيه، ولا في المغرب تجي مثلا اغذيه ديال اسيا ما يعرفوهاش ماشي مشكل، ولكن تكون في بلد مغربي اللي تعتمد على الفلاحه كمصدر اقتصادي والفلاحه كمصدر غذائي والاطفال ديالنا ما يعرفوش بعض انواع الخضر والفواكه، فتنظن هذه مساله شويه بين قوسين خصنا نردوا لها البال، لان تقدر تعطينا نتائج مستقبلا لا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا صحيا. وهي مسؤوليه الاباء كذلك، انهم مسؤوليه الاباء لانهم عمرهم ما يدخلوا مثلا ماده للبيت ديالهم، صعيبه شي شويه حتى. وما ديش اصلا معك ولدك باش يتقدى في المارشي، راه حنا ملي كنا صغار انا باقي عاقل دابا ذاك السبت الصباح فاش كنت تمشي مع الوالد وتنضربوا الدوره وتتسناي فوقاش يجي السبت الصباح باش تكمل عند مول القليه باش يدير لك ديك 10 دريال ولا درهم القليه وتجي، يعني وعنده واحد لو شاغ ما تمشي تناق الزبر ومعدنوس والخضره الى اخره. دابا ما كاينش للاسف ما كاينش هذا الجانب هذا، وانا بالنسبه لي مساله ضروريه ان الاباء ياخذوا وليداتهم يديهم للمارشي ويخليه حتى يتشطر ويخليه يعبر حتى هو ويخليه يتقدى ويجي معاه ويخليه ربما يحس بالمواد يطيب في هذيك الماده، لان انا كيفاش غيمكن ما يمكنش تجي عند طفل تقول له لا كول صافي، تجي عند طفل هو ماكينه تجبرك على البوطون خصو ياكل، ما يمكنش. راه تا هو انسان، تا هو عنده احاسيس، تا هو تيفهم، تا هو تيشوف، تا هو تيسمع، تا هو خصو يشارك، تا هو خصو يساهم في واحد الحاجه باش يمكن انه يتقبلها. فاحنا بالنسبه لنا الطفل هو عباره على ماكينه، كل برك نعس، برك فيق، برك سير، برك اجي، ما يمكنش. فالطفل تا هو اكيد ربما راه انتم في مجال التعليم اكيد، وتحيه لكاع الناس ديال التعليم اللي قراونا واللي باقيين تيقريو الاطفال ديالنا. باش نرجعوا للفول، فالفول اكيد الفول تيتكال بمجموعه ديال الطرق، سواء خضر شلاضا بالقشره ديالو. شحال من واحد ما كيعرف بان عنده اون اليرجي من الفول؟ كاين الاليرجي ديال الفول حيت ما تياكلوهاش الصغر ياك؟ نعم كاين. فهذه نقطه كذلك اللي هي مهمه، كاين الناس اللي عندهم حساسيه، كاين الناس اللي عندهم حساسيه للفول وكباقي الحساسيات الاخرين، ف خاصهم يجتنبوه، هذا هو الحل الوحيد اللي تيبقى. كاين اللي تيبقى انه غير يدوز من حدا واحد البلاصه اللي مزروع فيها الفول ويشمو تتخلق ليه مشكل، فمن الافضل انه يتفادى المساله ديال الفول سواء كان بطريقه مباشره او بطريقه غير مباشره. بالنسبه للناس اللي يمكن لهم ياكلوا الفول اكيد خاصهم ياكلوا الفول، اكيد عنده منافع. بغينا نتعرفوا عليها بالنسبه للفول الخضر اللي سناكلوه هكذاك بالقشره ديالو، اولا بالفول اليابس اللي تنديروا به طيبو هاري، اولا الفول اللي تنديروا به البصاره، اولا هو الفول داخل في الخانه ديال الاغذيه. نعم المنقوب. الفول داخل في الخانه ديال الاغذيه اللي لان الاغذيه نوعين، كاين اغذيه تتفسد وكاين اغذيه ما تتفسدش. الفول داخل في الاغنه ديال في الخانه ديال الاغذيه اللي ما تتفسدش، بحال التمر، بحال الحمص، بحال اللوبيا، بحال الزرع، بحال الزيت البلديه، اللي خاصنا نتناولوها طيله السنه. فهذه مساله خاطئه ان الاستهلاك ديال الفول تيتم فقط في بعض الفصول، يعني الفول يابس ولا المنقوب ولا البصاره غير الا طاحت الشتاء. الفول الخضر ملي تيبدا يبان شويه تناخذوه في هذاك الفصل وتنحبسوا. فالفول هو خصو يتخذ العام كامل. علاش الفول تيمتاز على القطاني؟ بحاجه واحده، هو فيه نسبه مهمه ديال النشويات، فيه نسبه مهمه ديال البروتينات، ما فيهش دهون نهائيا، ما كاينش دهنيات في الفول، باش تزيد على القطنيه الاخرى وخصوصا على الجلبانه، لان الجلبانه هي اللي تدخل تقريبا في نفس الخانه ديال الفول. الحمص ماشي بحالهم، الفول اللوبيا ماشي بحالهم، زيد عليه ان فيه نسبه مهمه ولا بسبب من الفيتامين سي اللي كاينه في الفول. اللي ما كاينه في الفول الخضر ولا الفول اليابس؟ بطبيعه الحال الخضر، لان ملي تيبس الفيتامين سي لي تري سونسيبل تتبدا غادي وتتنقص، تتبقى واحد النسبه قليله ولكن تتنقص. واخا الفول الخضر بعد الخطات فاش يكون فتي بزاف تنستعملوا حتى القشره ديالو. نعم تنديروها طويجين، خاصها تستعمل هذيك القشره ديالو، خاصها تستعمل سواء القشره الطويله
سواء القشرة ديال الفول اللي تتكون قشرة رقيقة، القشرة الطويلة الكبيرة، هذيك عامرة بالألياف الغذائية وعامرة بمجموعة من الأملاح المعدنية. لأن النقطة الإيجابية اللي كاينة في الفول، وهذه النقطة اللي مهمة بالنسبة للرياضيين، أن الفول فيه فيه أحماض أمينية، فيه ليزاسيد أميني، وهذه الأحماض الأمينية اللي هي عبارة عن البروتينات اللي مهم بالنسبة للعضلات إلى آخره، كاين فيه نقص شي وحدين ولكن تنعوضوهم حنا بحاجة أخرى. هذيك الأحماض الأمينية اللي تجينا من الفول أن ما تيجيوش معها دهون، ماشي بحال اللي غندير ناكل اللحم مثلا، اللحم تيجيني معاه شويه ديال الدهنيات، وان كان الاحماض الامينيه ديال اللحم تتكون كامله، الفول ناقص فيه شي وحدين. ولكن لافونتاج اللي كاين عند الفول، خصوصا بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يزيدوا في الوزن، اولا بالنسبه للرياضيين اللي تنكونوا تنقصوا من النسبه ديال الدهون في النظام الغذائي ديالهم، خصوصا ملي تنوصلوا لواحد المستوى ديال هذا، فتجيب لنا احماض امينيه وتجيب لنا نشويات اللي غتعطيني طاقه وبروتينات بالنسبه للكتله العضليه، ولكن ما تيجيبليش دهنيات الا ما كنتش باغي انا الدهنيات، فما تيجيبهم ليش. وبالتالي في الطبق ديال الفول مثلا نعتمد عليه في الغداء، فيقدر ما نجيبش دهنيات الا ما كنتش انا باغيهم. هذا ما تيجيش يعني ما خصنيش ناكلهم، راه خاصني ناخذهم. غنقدروا نجيبوا دهنيات معلقه ولا جوج معالق ديال الزيت البلديه اللي غادي نديروا فيه مثلا في الطياب ديالو، وبالتالي فتبقى مصدر مهم بالنسبه لهذ البروتينات وبالنسبه لهذا النوع ديال البروتينات والطاقه اللي هي النشويات، بدون ما يجيب ليا النقطه اللي تابعاه هو المغنيسيوم، هو البوتاسيوم، هو الفوسفور، هو الكالسيوم. واخا سي نبيل عياشي، حنا دائما تنحللوا الاطباق المغربيه هنايا في بلاطو صباحيه الدوزر، وتنشوفوا الحوايج الايجابيه والحوايج السلبيه فيها. الفول حنا تنعرفوه هنايا تنديروه هي اما بشرموله يعني مشرمل، اولا تنديروا الفول طاجين تيكون بالثومه والقزبر. نعم، الثومه والقزبر تتكون زايده فيه. هادشي اللي بغيت نوصل له، هادي هاد لاسوسياسيون، هاد الجمع ما بين الثومه والقزبر والفول، واش مزيانه؟ طبعا زائد الزيت البلدي طبيعه الحال مزيانه. لان شوف دابا الا مشيتي الى اي واحد مشى للانترنيت غادي يلقى بان الفول اشنو اللي ناقص فيه؟ ناقص فيه لي كومبوزي سوفري، ناقص فيه الكبريت، الثومه اللي تيجيو من الثومه. ما عرفتش كيفاش دابا ما هضرناش، هادشي راه ما هضرناش عليه لا في كواليس لا والو، النقاش جا هكا. فانا كنت باغي نوصل لهذه المساله، هو ان الثومه كاين حتى في الشرموله طبعا طبيعه الحال. فملي تزيد الثومه، لان هاد الاغذيه هادي وخصوصا الفول، البيصاره مثلا اللي تجي من الفول، هي تعتبر مصنع، تعتبر منجم ديال الاملاح المعدنيه كلها كاينه، وحتى في الطياب ديالها ما تتمشيش. هذه النقطه الايجابيه، بحال دابا الفول فاش يطيب ما تتمشيش منه الاملاح المعدنيه. علاش؟ حيت الاملاح المعدنيه باش تمشي كيفاش تتمشي؟ تتمشي مع الماء. الفول عنده هذيك القشره اللي هضرتي عليها قبيله الرقيقه، هذيك ما تتخلي حتى حاجه تخرج اللي كاينه في العدس، وبالتالي خاصنا نحافظوا عليها. طبيعه الحال خاصها تبقى، واخا هذاك الضفير اللي تيكون الفوق شوف خاص كل شيء يبقى، لان كاين الفيتامينات وكاين الاملاح المعدنيه وكاين بعض الانزيمات اللي تكون بعض الاغذيه اللي تتخلينا نستافدوا من هذيك. جوستومون هذا الا فهمت معاك، حيت حنا باش نطيبوا الطاجين ولا المنقوب ولا هذا تنتقبوا، لا تنتقبوها باش تدخل البنة تنصب النار تخرج الاملاح المعدنيه. ما غيخرجش بزاف الا درنا تقيبه صغيره. علاش؟ لان تيكون التوازن ما بين داكشي اللي كاين داخل وداكشي اللي كاين برا. ولكن الا حيدتي القشره ورقدتيه في الماء، كاين اللي تيدير بحال دابا حيد القشره في مره وغيرقدو في الماء، غيخلي واحد الساعه ولا ساعتين في الماء، كاع النقط المهمه اللي كاينه في الفول مشات. لهذا فمن الافضل عدم ترقيدو في الماء، من الافضل ان نخليو ديك القشره فقط بالنسبه للناس اللي تيضرهم. كاين الناس اللي ماشي الفول اللي فيه مشكل وما عنده مشكل في الجهاز الهضمي ما تيقدروش يتقبلوا الفول، فهنا تنصحهم انهم يحيدوا ديك القشره. كاين اللي ملي تيشري طيبو هذه مثلا تياكل تيحيد القشره اللي على برا، خاصها تبقى هذيك القشره اللي كاينه على برا، خاصها تخاذ، لان الفول بين نقط الملح والكمون خاصها تكون هي خاص يكون فيها الكمون، خاص يكون فيها الملح والكمون بين نقط الفول مثلا غني بالبوتاسيوم، وبالتالي فهو تيساعد باش انا نقصوا من الضغط الدموي. من تنزيدوا ليه الملح تيولي يلعب نتيجه عكسيه، تيولي تيطلع الضغط الدموي. الناس اللي منعوا عليهم الفول هو الناس اللي عندهم القصور الكلوي دائما في الخانه ديال الاغذيه اللي عامره بالبوتاسيوم، خاصهم يشنبوها. المصابين بدا السكري تيخصهم يردوا له، لان الفول فيه النشويات اصلا، وبالتالي فالاستهلاك ديالو تيخصو يتم بطريقه معقوله وما يتمش مع نشويات اخرى، لان هذا غيدي رفع ديال نسبه السكر من بعد. واضح. شكرا لك سي نبيل العياشي. بقاو معنا مشاهدينا، ادعوكم لعرض ازياء مميز هذه المره مع ليلى حديوي طبعا، وضيفه خاصه جدا.